أتمنى إذا أعجبك الفيديو الاشتراك بالقناة. 10 أطعمة تعزز جهازك المناعي لمحاربة فيروس كورونا. أولاً الحمضيات. يلجأ معظم الأشخاص إلى فيتامين سي لأنه يساعد في بناء جهاز المناعة، ويعتقد أن هذا الفيتامين يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي مفتاح مكافحة العدوى. وهذا الفيتامين موجود على وجه التحديد في الحمضيات، مثل البرتقال واليوسفي والليمون. ثانياً الفلفل. يحتوي الفلفل الأحمر على كمية مضاعفة من فيتامين سي مقارنة مع الحمضيات. ثالثاً البروكلي. البروكلي غني بالفيتامينات والمعادن، وهو مخزن للفيتامينات A و C، بالإضافة إلى العديد من مضادات الأكسدة والألياف الأخرى، ويعتبر البروكلي من أكثر الخضروات الصحية التي ينصح بتناولها نصف مطهية أو غير مطهية. رابعاً الثوم. استخدمت الحضارات القديمة الثوم في مكافحة العدوى، لما يحتويه من مواد تساعد على خفض ضغط الدم وإبطاء تصلب الشرايين، وتأتي خصائص الثوم المعززة للمناعة من التركيز الكثيف للمركبات التي يحتويها مثل الأليسين. خامساً الزنجبيل. ويساعد الزنجبيل في تهدئة الألم والتهيج في الحلق لأنه مسكن طبيعي للألم، فيساعد في تخفيف السعال، وذلك لارتباط السعال بالإحساس بالدغدغة عند الإصابة بالتهاب الحلق. كما يحافظ الزنجبيل على صحة الجهاز التنفسي، وذلك بسبب قدرة الطعم الحار اللاذع للزنجبيل في القضاء على المخاط الذي قد يكون المسبب للسعال. سادساً السبانخ. السبانخ غني بفيتامين سي، كما أنه مليئا بالعديد من مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين، مما قد يزيد من قدرة أجهزة المناعة لدينا على مكافحة العدوى. سابعاً الزبادي. ويعد الزبادي مصدراً لفيتامين دال، الذي يساعد على تنظيم عمل جهاز المناعة، ويعتقد أنه يعزز دفاعات الجسم الطبيعية ضد الأمراض. ثامناً اللوز. اللوز والمكسرات بشكل عام مليئة بالفيتامينات وخاصة فيتامين A، وتحتوي أيضاً على الدهون الصحية اللازمة للإنسان. تاسعاً الكركم. لقد تم استخدام هذه التوابل الصفراء الزاهية منذ القدم كمضاد للالتهابات، واستخدمت في علاج التهاب المفاصل، ويحتوي الكركم على مادة الكركمين، التي تعطي الكركم لونه المميز، والتي يمكن أن تساعد في تقليل تلف العضلات الناجم عن ممارسة الرياضة. عاشراً الشاي الأخضر. من فوائد شرب الشاي الأخضر أنه يساعد في تقوية مناعة الجسم، وذلك بشرب كوب أو اثنين على الأقل يومياً، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض، ويساعد شرب الشاي الأخضر على قتل البكتيريا التي تتسبب في إصابة الأسنان بالتسوس، كما يساهم في تقليل خطر إصابة اللثة بالأمراض.